أنا مات هاتر. هاي اسمعوا، طوال عشرات السنين عائلتي كانت تعرض أفلام الوحوش القديمة من دون أن تدرك بأن قوة السجلات كانت تطلق أشرار الأفلام في بعد جديد آخر. ترتيب هذه الفوضى صار من وظيفة عائلة هاتر، ولكن بعد أن أسر جدي صار علي الآن أن أصبح البطل التالي من آل هاتر. سيكون الذي سيحضر لي الجمجمة؟ نعم، ريد بيرد. يا خلايا الحياة الدوارة، استعيب الجمال، سوف تتجهين إلى بحر الرمال. سيدي، إنك تستقطب الريد بيرد، طيف القرصان. ريد بيرد أشرس قرصان في الصحراء. لكن جد مات هاتر كما أعلم يا سيدي لم يقهره فقط، بل خبأ قوة الريد بيرد الحقيقية. صبراً يا عزيزي كرو، أنت أحياناً تحتاج أن تجد أحداً يجد أحداً آخر ليجد شيئاً. أوه عفواً، لقد ضعت عند كلمتي يا عزيزي كرو. كرو أسكت. ما أظنني فهمت. ما يضيع يمكن أن نجده، وبعد ذلك سنتحرر من سجن العذاب هذا، وسوف أحكم أنا هذا الكوكب. ريد بيرد استيقظ. الغراب الأسود ينتظرك، هيا. حر، لقد عدت. طيف القرصان ريد بيرد، أنا آمرك بأن تجد جمجمة الغراب الأسود، عندها فقط ستستعيد قوتك لتسيطر على عقول الرجال وتجبرهم على خدمتي. أستميحك عذرا سيدي تينروك، لكن ألفريد هاتر خبأ الجمجمة ولا أحد يستطيع إيجادها بعد أن هزمني. أنا أعرف من يستطيع. أعثر على مقتفي الأثر وستجد الجمجمة. هل تدركين روكسي؟ مر 14 يوما وست ساعات واثنتا عشرة دقيقة وثلاثون ثانية على آخر شرير هزمناه. هذا رقم قياسي جديد. أصدق، ستكسر الأرقام القياسية. هذا طيف القرصان ريد بيرد. أمسك دوك. أركض جوميز. ليس بهذه السرعة أيها المقطف الصغير، لن تفلت. روكسي ساعدني. الكل على المتن الآن. جوميز لا. سأخذ مقطفي الأثر يا فتاة. أنت تلتقي بغضب. مقتفية الأثر. إذن هاري، كيف كان يومنا؟ ليس جيدا، هناك بعض الأوراق النقدية و... هل هذا غطاء زجاجة؟ يجب أن أكون متنبها أكثر. قلت متنبها أكثر؟ أجل، لقد وجدت فكرة. عدنا مجددا. الإعلان سيكون من المسرح. ولكن ما الذي تقوله بحق الله؟ لقد سبق وجربنا الإعلان ولم ينجح.
نعم، لكن هذه المرة في إمكاننا أن نبث الإعلان بأنفسنا مباشرة من قاعة الاستقبال. ما الذي ستفعله؟ ستنوم الناس مغناطيسياً ليأتوا؟ ممتاز يا ماج، قد تكونين ابتكرت شيئاً مميزاً. دعاية من صنع البيت، هذه أسوأ فكرة. كن هناك مات، نحتاج إليك. روكسي! مات! بحر الرمال! حالاً! هل هو جدي روكسي؟ هل وجدتما شيئاً؟ لا مات! لقد اختطف غوميز! سوف آتي الآن! أنا آت يا غوميز! يا بحر الرمال! هبوط مميز مات. روكسي، ما هذه القصة عن اختطاف غوميز؟ إنه قرصان مات، وليس أي قرصان، إنه طيف القرصان ريد بيرد. أنا أذكر ذلك الفيلم، انتقام ريد بيرد، أشرس قرصان في البحار السبعة. هذا ليس فيلما مات، أخذ غوميز وقال شيئا عن رغبته في مقتفي أثر. لا وقت نضيعه، حين يكتشف أن غوميز ليس من يظنه سوف يقضي عليه. لنريه ما يستطيع مقتفي الأثر أن يفعل. مقتفي أثر مع هاتر. استيقظ، أنت مستعد للبحث يا مقتفي الأثر؟ ماذا؟ لم أفهم ما قلت. لا تتحاذق أبداً يا أخرق، تينروك يقول إنك أفضل مقتفي أثر في الكوكب. بصراحة هذه مشكلتك، تينروك أحمق ولست مقتفي أثر. هذا صحيح. إذن أنت من عنده مشكلة كبيرة. انظر، لقد نسيت سيفك. علي أن أوصل هذا بالمكثف القوي. حسناً، نعم، جيد، إنه المسيطر على العقول المغناطيسي 3000، إنه القدرة الكاملة على السيطرة على العقول كلها. أتظن أن هذا سيزيد من بيعنا للتذاكر والحلوى؟ ماج، سوف ينجح كالحلم، صدقيني حين يسمعون إعلان المخدر لن يتمكن الناس من منع أنفسهم. سوف نبيع ونبيع ونبيع ونبيع. ماذا فعلت لأستحق هذا؟ مقتفي أثر؟ طبعاً أنا مقتفي أثر. أنت حقاً؟ حسبتك قلت قاتل بشر، أنا مقتفي أثر. حسناً. ذراعان، أصابع، ساقان، كله ما زال موجوداً. أرجوك، قد أكون قرصاناً بارد القلب، لكن لماذا أؤذي مقتفي الأثر العامل معي؟ هذا مريح، بالإضافة إلى أنني أفضل جعل الناس يسيرون على الخشبة. أية خشبة؟ آخر فرصة لتدهش ريد بيرد، عندك معلومة مفيدة تحب أن تشاركني فيها؟ نعم، عندي الكثير. 90% من السكان عندهم زر في البطن. الجمل هو الأكثر انتشاراً في بحر الرمال. هناك حوالي 32 مليون ثانية في السنة. وأنت تخسر ساعاتك بسرعة أيها الولد. والغراب يقتل في ضوء البدر. هل قلت جمجمة الغراب؟ لا، نعم.
قل لي ماذا تعرف عن جمجمة الغراب هذه؟ هي جمجمة غراب أسود. تعرف بأنها تسيطر على العقول؟ تسيطر على العقول؟ حسناً، إذن انتهى الأمر. إذن الفتاة كانت مقتفية الأثر. غوميز! مرحباً. تسرنا عودتك يا غوميز. يا صديقاي، ارفعوا الرؤوس. واو! مات! هذه تحتاج إلى أحزمة أمان. شكراً على المساعدة. إذا ما كان يريده هذا الرجل الغريب منك؟ يبحث عن جمجمة الغراب الأسود التي تسيطر على العقول. كيف تستطيع السيطرة على العقول بجمجمة طائر صغير؟ بصراحة لا أعلم. جمجمة، دماغ، جمجمة، طبعاً كان يجب أن أفهم، لكن حين يصوب أحدهم حباراً نحوك. حبار؟ ريد بيرد لا يبحث عن دماغ عصفور، بل عن الجمجمة الكونية. الجمجمة الكونية هي جمجمة بشرية منحوتة قديمة ذات قدرة تعطي مالكها السيطرة على العقول في الكوكب. إذن لماذا لا نجدها قبله؟ حين هزم جدك ريد بيرد خبأها في جب القراصنة السري حيث لن يجدها أحد. لا أحد؟ هل نسيت روكسي؟ اركب بسرعة. الآن لنجرب هذه الآلة. 1 2 2 3 4 لنؤلف إعلاناً. مرحباً لندن، هيا تعالوا إلى المسرح حيث أفضل الوجبات الخفيفة في المدينة. تعالوا كلوا استمتعوا. تعالوا استمتعوا. تعالوا كلوا استمتعوا. تعالوا. انظرا، ها هي بئر القراصنة السرية. هل أعاني من شيء؟ أم هذا يشبه الدخول في فك الموت؟ هاي، هيا بنا، هذا ما نفعله. نبحث عن جمجمة في هذا المكان؟ سهل كالموت. ليتك لا تقولين هذا. والآن دعاني أريكما الفارق بين النظر والتتبع. أم لا؟ موت موت موت. مات، أنا جيدة، لكن هذا بالتحديد مستحيل. وإن أخذنا الجمجمة الخاطئة قد ينهار هذا المكان بكامله. وجدتها غوميز، ابتعد الآن. تشغيل الرؤية المتعددة. ربما يكون جدي ترك دليلا لا نجده إلا بالرؤية المتعددة. هاي، ما هذا؟ بصمة إصبع؟ وهي لجدي. حصلت عليها. أنت واثق من الجمجمة الصحيحة مات؟ ربما علينا أن نأخذ أخرى لبعض التأمين. مات، التحذير. لقد فجرت الكهف. هرباء، اتبعاني. روكسي. أنا بخير، أنا بخير. بالكاد نجونا. أنا آسف يا صديقاي. يا للتأمين. مهلاً، أدركت أن الغراب الأسود ليس عصفوراً، إنه سفينة، سفينة ريد بيرد. وهذا هو رمز سفينته. هاي. لقد وجدت جمجمتي، وبفضل الجراء صرت أعرف مكانها الآن. أبحروا نحو بئر القراصنة. سأخذ هذه الجمجمة إلى مدرسة هاتر. كل الصخور أيها الرأس. مات. أو! لا يمكن تدميرها بالقوة الجسدية، لها درع طاقة خاص. الآن تقول لي؟ ماذا نفعل الآن يا هذا؟ لنعد إلى السفينة بسرعة قبل أن يعود وجه النار مجدداً.
سيضيع الأولاد إن لم أبطئهم قليلا. لست أرى، لست أرى. اذهب. أوه. لا، لا ضرورة أن أرى، سأستمع من هنا. حان وقت وضع الفخ، هذا سيبطئ تقدمهم تبديل بالفضاء والمادة. هذا غريب. هاي! هذا خطأ. تانروك، تشغيل الرؤية المتعددة. لا بأس بهذا. تسرعت في الكلام، انتقل إلى التقريب. هذا مخرجنا، هيا بنا. انتبها. ما هذا؟ جمجمة ضخمة عند الثانية عشرة تقذف كرات نارية. إلى اليسار أو إلى اليمين. نحتاج إلى ما يقفل تلك الجمجمة. ماذا عن جمجمة لها حقل طاقتها الخاصة؟ بالكاد نجونا. أحسنت يا مات، استعملت رأسي فقط. تحركا، إنه ردبير. أسرع يا مات. توجها إلى آلهبار، سنكون في مأمن هناك. أعطني الجمجمة ولننتهي من هذا سريعا. هيا. أشعر بالدوار. لن تسابق الغراب. هيا آلهبار، وزن زائد على السفينة، لن نصل أبدا إلى البوابة. حافظا على هذه، سوف ألحق بكما. مات. هذا رائع، جميل. كل الكالاماري. تمسك جيدا جوميز. روكسي، روكسي، أنا مصاب، أنا مصاب. هذه طماطم جوميز، مجرد طماطم. روكسي، روكسي، أنا أكره الطماطم، أكره الطماطم. اهدأ جوميز، نحن الآن في أمان. لا يمكن للسفينة أن تدخل من البوابة. ربما كان علينا إقفالها. لا بوابة تقف أمام الغراب الأسود، سأخذ الجمجمة الآن. ليس إن دمرتها قبل ذلك. لقد دفن في المياه العميقة بأسلوب القراصنة من ينزع قوة هذه الجمجمة السيئة. صرنا نعرف الآن، شكراً على المعلومات. وأنا لا أرى مياهاً داكنة عميقة هنا، ماذا عنكم؟ لقد قضي علينا. سيزول غيظك حين تصبح الجمجمة آمنة في الشراع الرئيس وتسلل إلى دماغك. كل عقول الكوكب ستكون في عقل واحد، عقلي أنا. والآن صارت الجمجمة والسفينة واحدا، واكتملت الدائرة الأسطورية. إنها مهلا لحظة، ربما هي عد. هل تبحث عن هذه؟ جمجمة الغراب. انتبه تحت. ورمية موفقة. أيها الشرير الصغير. هيا رشف أوصاله مات. لك هذا. Ah! Ah! Ah!
الأشرار يا ريد بيرد حيث مكانك. رائع، أحسنت. إن كانت الحقيقية معك فماذا كان معه؟ التأمين، الخدعة يا جوماز. تذكر الجمجمة الإضافية التي أخذتها من الجب؟ إذ ذاك بدا الأمر حماقة أو ذكاء، ولكن للأسف لم نستطع استعمال الجمجمة لنجد جدي. سنواصل البحث مات. حسناً، شكراً على الإنقاذ هاتر. هي، ما كنت استطعته من دونكما. نراك قريباً مات. ماذا فعلتم بالطماطم الجميلة؟ أفضل وجبة خفيفة في البلد. إلى ماذا تستمعون؟ أفضل وجبة في البلد. هل أقدم لك وجبة هاتر الخفيفة؟ أنا سأكون في غرفتي. مارلون، هل ستأتي؟ أنا أستطيع السفر عبر الكواكب وأهزم القبطان الشرير في لعبته، لكني لن أستطيع يوماً أن أفهم والدي أبداً.